هادو هما العصابة اللي مع خدامين دابا كيغاو يشوفو الحشيش اوفا. وشو واحد من وسط الحبس كيصيفط لك نسابو نسابو كيهدوفك ليل ونهار. بغينا نعرفو الجنود الخفاء اللي خدامين مع هاد الناس بغينا نعرفوهم. وسي ناجودة انت اللي نطريت الحياة تشري هاديك خاطرها وكتقول لي غنساعدك 10 سنين ديال الحبس. أسعدة الملك الله يخلي لك صحتك ويطول لك عمرك إلا ما خود لي حقي في هاد البلاد هادي. أنا هو الشخص اللي كدرت داك الفيديو على داك العصابة اللي كانوا شدوا عندهم 350 مليون وشدوا عندهم طيارات ديال الطرون وشدوا عندهم كاسكيطات ديال البوليس وشدوا عندهم شحال من حاجة. الغير في الأمر اللي بغيت نعرف أنا وبغى نعرف الحقيقة باش نعرف اللي قال الحق واللي بغى ينقد ولاد الشعب واللي بغى ينقد ولاد الشعب كيولي شحال هاد التهديدات من جميع النواحي. انا ما كندير حتى شي حاجه باش غتهدوني وغتوصلوا معايا هذا الشيء وغتصيفطوا لي عصابات غتصيفطوا لي واحد جيب لي الخدامه باش يستهدفني انا يديني يخطفني وهادي وهادي. وتصور التهديدات اللي شعرت لها انا شعرت لها مع ناس كبار حجاج ناس كبار حجاج لا ما كتخيلش ما كتخيلش ما كتخيلش لك على الضمير بحال هاد السيد هذا اللي غادي نقول لك الاوديو ديالو هاد السيد هذا اللي غنقول الاوديو ديالو التهديدات اللي شعرت من عدو الناس غتحكم بهاد السيد هاد السيد على الاقوال ديالو ما غايقولوش يزعزع حتى بيضة. اسمع 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 السيد اللي كان باغي يعرضني انا للخطر كان باغي يخطفني. اسمع اسمع هذا الواتساب ديالي يا ولدي كمال معك الحاج. اسمع 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 الله يرضي عليك الله يحفظك يا ولدي كمال الله يصلحك. اسمع 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 الله يرضي عليك يا ولدي كمال دخلت للقلوبه ولدي الله يكثر من تاعك. هاد السيد هاد السيد تقول هو امام ديال الجامع وهاد السيد كان باغي يخطفني هاد السيد وانا كنتعرض تهديدات وليت كنتعرض تهديدات مع المواطنين مع بزاف. وتصور اللي قال شي حاجه في هاد البلاد اللي قال شي حاجه في هاد البلاد واللي قال شي حاجه كنتعرض للتهديدات كنتعرض للضرب. انا ما كندير حتى شي حاجه اللي غنتعرض للضرب. انا ما كنبيع لا حشيش ما كنبيع حتى شي حاجه اللي غنتعرض للضرب وغنتعرض للتهديدات وانا درت شكايات ودرت فيديوهات غامضه خليت مقاط ميموار درت فيديوهات غامضه خليت مقاط ميموار كارت ميموار باش لا طرات لي شي حاجه هادوك الفيديوهات يطلقوا لايف عالمي. وانا تصور رجال الدرك الملكي كاملين كيساعدوني الدرك الملكي كاملين كيساعدوني ولكن هاد العصابه عندها نفوذ اخويا عندها نفوذ بزاف وعندها الناس اللي كتخدم معاها من تحت الخفاء. كيفاش غتعرف كيفاش لا يعقل كيفاش غتحقق في هاد الناس وغتعرف وتصور انا مواطن عادي هذا شحال الحق هذا شحال داكشي اللي شفت وهذا شحال داكشي اللي شافش عيني وداكشي. انا ما هرب لا من عداله ما هرب لا من مخزن لا ما هرب من والو. وش واحد من وسط الحبس كيصيفط لك نسابو كيهدوفك ليل ونهار. وتصور لا لقيت كبير بنادم كيشوي وانا هو البحر مخزون. وانا كنطالب من السلطات العليا كنطالب من أعلى سلطة في البلاد وعاش الملك والله يخلي لنا الملك والله يطول لنا في عمره والله يخلي لنا ولده والله يخلي لنا حنا بلادنا غيورين على وكنبغيو شي حاجة شافتها عينينا كنبلغوا بها. أما هذا قال وحنا بغينا الأمر الواقع بغينا نوصلوا للحقيقة بغينا نعرفوا الجنود الخفاء اللي خدامين مع الناس بغينا نعرفوهم بغينا نعرفو حنا الجنود الخفاء اللي خدامين مع هاد الناس بغينا نعرفوهم. مكاينش كاين مخزن في البلاد غير الناس خدامه في البلاد الناس راه غيوره ماشي غيجي واحد من وسط هادوك الالوفات اللي خدامه كيحضيهم كيدير لهم التخبيرات كيدير. شوف راه الحق كيبان فهمتي الحق كيبان فهمتي ربي راه ربي راه شوف ما كيسد ما تيكحل بيبان. وهاد العصابة هاديك تصورت نسيت شدو العصابة الأولى وشدو العصابة الثانية وباقي أنا كنتشدد من نسابو وكنتشدد من خشو وكنتشدد من صاحبشو وكنتشدد من مرشو وكنتشدد من خوشو وكنتشدد من جميع النواحي.
وانا مساعدين غير جبت عارف ديال الروين ومن مساعدين باش كنخرج باش كندور باش كنمشي باش هادي كما كانوا شاد غير جبت الدارك ديال الروين انا ما نعيش انا من حقي ما ياخذوش لي فهاد البلاد تعرضت انا للضرب مشيت للحبس بابو بغاو يصقوني يا روح ما خلوهم وبزاف بزاف انا اي حاجه كنشوفها كنبلغ بها من بعد انا قلت شا بوجه المكشوف انا ما خايفش من شي واحد انا خايفه من الخضر بحال معايا طلي شحال هادي معايا طلي واحد بريفي كيقول لي شي انا والله شغل نصيدك ب 10 سنين ديال الحبس انت علاش تصيدني ب 10 سنين ديال الحبس كنصنع الصواريخ انا تصيدني ب 10 سنين ديال الحبس كنصنع الصواريخ ها علاش تصيدني للحبس انت شكون اللي تصيدني للحبس انت شكون ترى عاش الملك وعاش محمد السادس كاين الملك في هاد البلاد شي حاجه اخرى ما كايناش وتا حقي ما عطاوش ليا انا حقي ما عطاوني انا واشوف والله ما نكذب عليك وتا دابا حاليا والله ما نكذب عليك ما خدام ما غدام كتساعدنا واحد الحاجه في الرباط لولادها مسؤولين كبار هي اللي كتساعدني كتصيفط ليا كل سيمانه مساعد هي اللي مساعداني اما انا كنشوف من تحت السيطرة كنشوف من تحت السيطرة اشنو باغي طالي وشنو فين باغي يوصلوني فهمتي وبنادم اللي كيخدم مزيان ما كيحملوش بنادم اللي كيكون باغي يدخل هذا ويدخل هذا ويتم في العشيق علاش وهادي كيبغيو يديروا ليه قالب هذاك راه كيشد هذاك راه كيشد هذاك راه كيدير وهذاك راه ما كيدير والو هذاك راه باغي خدام على ولادو التومه اللي تحت السيطرة راكم معروفين حتى شي حاجه ما كتخبى في البلاد حنا في المغرب حتى شي حاجه ما كتخبى اي واحد باش تعشيتي حتى الصباح كنعرفك باش تعشيتي اي حاجه كنعرفوها صغيره كبيره الدبانه في المشاش كنعرفوها وانا بنادم ما كاينش مشي عندي في الطريق كنعرفو علاش جاي عندي تصور من كثر الظلم اللي شدلمت في هاد البلاد السعيده كثر الظلم اللي شدلمت في هاد البلاد السعيده ولي شي بنادم كنقراه تصور واه وصينا جودا انت اللي طريت الحياه شي هذيك خطاه وكتقول لي غنساعدك 10 سنين ديال الحبس انا موجود صيفطني ب 20 عام ديال الحبس انا موجود انا تحت الضغط وانا موجود انا ما هربانش انا ما مخبيش هذا شي جودا قال لي طريت قال لي معاك راجل امك اول مكالمه قال لي معاك راجل امك اسمع واحد تهديدات البارح هذا ها البارح اسمع هذا البارح هذا ما نمشوش بعيد البارح اسمع البارح اسمع السلام عليكم يا خويا السي ديوري اسمع الطريقه تمشي به طوني ولكن كان فيه شويه الريح هذا هذا صوم شمعه عرفتوا منين هادو هما العصابة اللي باقيين خدامين دابا كيغاو يشوفو الحشيش بوفا وتا حنا هدرنا حنا منمشيش بعيد انا هداش اخويا على الدريات وهداش على المجتمع ديالنا اللي غادي في الهوية انا عاد مشكل توليت معدي مع نسابو مع واحدين كيسكنو حدانا مع بزاف ديال العصابات وانا باش نعرف شكون غيحميني انا باش نعرف انا شكون غيحميني لقيت المساعدة من الناس ديال النواصر مساعدة من الناس ديال الدهراوية وما لقيتش منهم مساعدة أما شي واحد عيط عليا واستهدفني ودار معايا تحقيق وعرفني ولا والو أنا كنهضر معاك شوف أخويا راه شوف هادشي كيداير راه كنت راه حيت أنا ما عارفش راسي غداش غيطرى عليا ولا باش غداش غيطرى عليا ولا باش غداش غيطرى عليا ما عارفش حاليا كنشوف بعيني وبنادم كيجي كيعاود ليا كيقول ليا فلان بغى يدير لك فلان بغى يدير لك فلان بغى يدير لك انا مابقاش خدام مابقاش كندير والو الدار ومخزون وكنشوف بعينيا كنشوف حقره اللي ولات في البلاد العذاب اللي ولات في البلاد تمنا فين تشغل البلاد غادا كتزاد قدام حنا راه غايرون هاد المغرب حنا انا اللي ما جيتش انا نقول والاخر يقول والاخر يقول والاخر يقول والاخر يهدر والاخر يهدر راه بلادنا غاش ولي وحنا بلادنا غادا كتزاد قدام صح حنا بلادنا غادا كتزيد قدام اخر حاجه بغيت نقولها واخر حاجه غنقولها
انا كناشد عاش الملك وعاش الملك وعاش مولاي حسن وانا اساعدة الملك الله يخلي لك صحتك ويطول لك عمرك الا ما خذ لي حقي في هذه البلاد هذه انا غتشدلمش انا غتشدلمش صيفطوني بروح داروني بدوزات ما خلاو فين داروني واش انا ما ناخذش حقي في هذه البلاد ما خدام ما خدام ما تشي شي حاجه كنقول لك انا كناشد عاش الملك كاين الملك في هذه البلاد الملك انا بغيتك تاخذ لينا حقنا في هذه البلاد وحنا وليداتك وانت كتعرف اي حاجه كتعرفها كبيره وصغيره في هذه البلاد انا راه مهدد بالخطأ انا هذا اللايف دير شوف عاد اذاعه سفير وانا لا طرات لي شي حاجه راه ما كارنا مواراش كاينين كلشي كاين انا عارف هاد العصابه وعندي شي 18 تصويره ديال كاملين اللي كيهدوني وكيجوا عندي جاو عندي بطيماكساش جاو عندي جميع الوسائل للنقل جاو عندي بها وهادشي الا ما تيقشونيش سيروا ديروا تحريات ديالكم سيروا المسؤولين الكبار ديروا تحريات الا لقيتوني كنكذب وانا والله ما نكذب عليك انا والله ما كرهش اسدوا عليا المخزون عدو ما حاضرين هما حاضرين حتى دابا كنضيع كنزيد كنموش على بعض حيت انا ما عارفش من هنا لقدام شنو غيطرى انا كناشد عاش الملك عاش مولاي الحسن خذوا لي حقي والله يخلي لكم صحيحكم والله يطول لكم في عمركم وتحيه وعاش الملك وعاش الملك.